كنت بقى عنده طول الوقت، كنت بتعمد إن عنده، بقف له دايما الند بالند، وأي كلمة يقولها قصادها رد. بس أنا برضو ما كنتش فاهم شكل علاقتنا عاملة إزاي، كأن في حاجز ما بينه، لحد ما هو بطل يتكلم، وأنا كمان بطلت أتكلم. بروح طب روح. وبعدين ابوك ده كان بتاع حوارات، يعني لو كان يتكلم معاك كان زمانه لبسك فيها من سنين. خلي بالك لو لبستني كان زمانك بقالك سنين ماشي بتلم ورايا، مش حلوه خلي بالك. طب اقول لك على حاجه؟ انا مسام على قد اللقطه اللي احنا فيها دي، بس انا مبسوط ان بقى لي اخوان، بالذات انت عادي. يا جدع يضحك بكره تحلو وتزهزه.